السلام عليكم جماعة، ان شاء الله راكم كامل بخير، ان شاء الله راكم كامل ملاح. جبت لكم اليوم جالاكسي ام 21. مانيش عندي له مراجعة شاملة، راح نحكي لكم طول على الشيء اللي مليح فيه الشيء اللي ماشي مليح. نورمالمون ندير مراجعة، بصح جماعة فات الوقت، طولت بزاف على بالكم، غبت على القناة، صراو لي مشاكل مرض وكذا من ملهيه، تسمى فات الوقت المراجعة التفصيلية ومانيش حاب نطول عليكم بزاف. تسمى طول الشيء المليح الشيء اللي ماشي مليح تاع التليفون. المهم جماعة، السعر تاع الجالاكسي ام 21 لهنا في الجزائر راهو جويه 3600 حتى 3800 درك بعد. اذا حاب تشوف السعر تاعو في الوقت اللي راك تتفرج في الفيديو، ادخل في الموقع تاعنا اللي نكتب لكم لهنا ديما، راح تلقى السعر تاعو في الوقت اللي راك تتفرج في الفيديو وفي الشهر اللي راك تتفرج بعد. المهم جماعة، ربي يحفظكم، اهبلونا على الجام، ما تنساوش تاني تابوني معنا اذا كنتوا جدد معنا، وبلا ما نبقاو نهضروا بزاف يا جماعه نبداو في الفيديو تاعنا. نقول لكم الساعه جماعه الحوايج اللي عجبوني في هذا التليفون والحوايج اللي ما عجبونيش، من بعد نفصلوا حاجه خفيفه برك باش ما نطولش عليكم. اول حاجه تعجب في هذا التليفون يا جماعه اللي هي الشاشه تاعو. تسمى اذا راك تحوس على شاشه غوله بسعر كما هذا هو افضل تليفون، ماكش راح تلقى تليفون واحد اخر. سما هو اصلا نفسه الجالاكسي ام 30 اس، هذوما افضل تليفونات من ناحيه الشاشه في هاد الفئه. وثاني حاجه خلاف مليحه بزاف اللي هي البطاريه تاعو، فيه باتري 6000 ملي امبير، ماكش راح تلقى تليفون واحد اخر في هاد الفئه تاع سامسونج بطاريه كيما هذه. ثالث حاجه اللي هي النظام تاع سامسونج واللي يعجبني بزاف صراحه في التليفونات الاخرين تاعهم. تسمى راح تدي تجربه مليحه بزاف مع السيستم تاع سامسونج الاخر هذا. عندك ثاني الاداء تاعو مقبول يا جماعه في الاستعمال العادي، قوه بزاف، تليفون خفيف بالنسبه للفئه تاعو. ديما نرجعوا للحكايه تاع بالنسبه للفئه تاعو، ماناش نقارنوا فيه مع التليفون تاع 20 مليون. تسمى بالنسبه لحاجه قل على 4 ملايين ولا حاجه تاع 3 ملايين ونص، اداء تاعو مليح بزاف. الحوايج اللي ما عجبونيش فيها يا جماعه، انا شخصيا اولا التصميم تاعو ما عجبنيش خلاص، ما قنعنيش. والتصميم هذا جماعه حكايه تاع اذواق، انا قلت دي حاجه ترجع ليا انا، قادر حتى يعجبك التصميم تاعو كل واحد كيفاه. والجوده التصنيع صح بلاستيك، صح بلاستيك يتخبش وكذا من ملهيه، بصح خير من الجوده تاع الجالاكسي A21 اس اللي درنا له مراجعه قبل بشهرين ولا ثلاثه ولا ما باليش قداه. هذا كيجي البلاستيك تاعو خفيف خلاص خلاص خلاص، هذا بلاستيك شوي خشين يعني تحسو كي تقيس هكا، ماهوش خفيف كيما تاع الجالاكسي A21 اس. هو جماعه شوفوا كي تشريو التليفون هذا ولا اي تليفون سامسونج، كي تشريه بعد شري اونتي شوك، خطاكش البلاستيك راهو يتخبش يولي ما ينشافش، يولي ما ينشافش بعد شهر ولا راح تكره التليفون تاعك. سما كي تشريه روح طول اشري معاه اونتي شوك. عندك كاينه حاجه خلاف ثاني ما عجبتنيش فيه اللي هي الكاميرا تاعو، ما همش الافضل في الفئه هذه. صح تقدر تصور به تصاور كيما صورت بها انا، ما جاتني في النورمال، بصح ماهيش افضل حاجه بالسعر هذا. تقدر تجيب تليفون واحد اخر بنفس السعر تقريبا وتلقاه يصور خير منه. من بعد شويه جماعه كي نفصلوا نحكي لكم ولا نفهمكم واش قصدي بالحكايه هذه. المهم جماعه نبداو بالتصميم، التصميم تاعو هاو قدامكم باش ما نطولش عليكم. خلفيه بلاستيكيه، ما كانش اونتي شوك في الباطا كيما قلت لكم لازم تشري واحد. والوزن تاعو مش ثقيل بزاف بالنسبه للباتري 6000 ملي امبير، يوزن تقريبا 188 غرام برك. تما بالنسبه للباتري 6000 ملي امبير وبالنسبه للحجم كيما هذا. وحاجه ثاني مليح مليحه فيه اللي هي انه رقيق شويه، ما نقولوش رقيق بزاف، رقيق شويه. الشاشه تاعو هي افضل حاجه فيه، الحجم تاعها 6.4 انش من نوع سوبر امولاد، كثافه تاعها جويه 403 بيكسل في كل انش. تسمى قوه في كلش تقريبا، بصح فيه غوريلا جلاس 3 يعني عفسه قديمه شوي. الشاشه تاعو ماهيش راح تقاوم الخبطات، حتى كي تقيسها هكا تحسها شوي ناقصه الشاشه تاعو ولا الجوده تاعها من برا. وعلى حساب واش مالف نشوف في الهواتف تاع سامسونج يبانو يتكسروا بسهوله، تسمى لازمك مع تشريه ثاني حط له انكاسابل ولازمك تحافظ عليه. واذا تكسرت لك الشاشه تاعو صدقني يدير جنازه. طاك الشاشه جماعه تاع السوبر امولات سامسونج غاليين يرهجوا، تسمى اذا تكسرت لك الشاشه كنت تروح تخدمها بمليون ونص ولا مليون و400، تسمى كي تولي تقول نشري تليفون جديد. تسمى ما عندنا ما دانا السواقات هذو جماعه، حافظ على التليفون تاعك دير له انكاسابل ما تخليهش يطيح سايسو. وهذا ما كان معالج ولا بروسيسور تاعو جماعه، فيه المعالج تاع اكزينوس تاع سامسونج بعد 9611 اللي كاين في تليفونات بزاف خرجوا قبله. الرام 4 جيجا، التخزين 64 جيجا في النسخه هذه اللي عندي. التليفون هذا جماعه كيما قلت لكم مليح بزاف في الاستعمال العادي، مليح للناس اللي تحب تتفرج وتكونيكتي بزاف، هادو الناس مليح ليهم هاد التليفون. تقدر تلعب تليفون بلا مشاكل خلاص، بصح ماهوش موجه للفئه تاع الناس اللي تلعب. تقدر تلعب كيما قلت لكم راك تلعب بابجي والفري فاير رايح خلاص مش شاهملي عليها. ننصح به الناس اللي تتفرج خطاكش فيه شاشه غوله وفيه بطاريه مليحه، والناس الثاني اللي تكونيكتي بزاف الامارات بالفيسبوك والامارات هذوك. الالعاب كيما قلنا جماعه يمشيهم لك بلا مشاكل، ماك راح تلاحظ حتى مشكل، بصح كيما قلنا بك ماهوش مخصص للالعاب. ومع الباتري تاعو 6000 ملي امبير راح يساعدك بزاف. ثاني حاجه فيه الشحن السريع 15 واط،
ماذا بينا كون جات كثر شوي خطاكش تليفونات الاخرين ولاو 18 واط بصح نقولوا 15 واط معليش بصح جماعه بما انه الباتري 6000 ملي امبير والشحن السريع تاعو 15 واط برك يعني راح يطول لك بزاف باش يتشارجا هي ماشي مشكله جماعه وصبروا عليه وخلاص المهم ما تشارجيوش وتخدموا به في نفس الوقت خطاكش تضعف لكم البطاريه المهم الباتري جماعه بالاستعمال العادي كي عليا شخصيا تحكم لي يوم ونص مينيموم تكمل لي النهار تاعي رايح خلاص بلا مشاكل كيما مرف نقول لكم الباتري حاجه استهلاكيه شغل استهلاكيه فهمتي منين جبت الكلمه هذه المهم فهموها حاجه استهلاكيه الباتري بسما ما راهي تضعف مع الوقت في اي تليفون وكل ما تحافظ عليها كل ما راح تدوم الكثر اتفرجوا الفيديو اللي درته على النصائح تاع كيفاش تحافظ على البطاريه اللي نخليه لكم في الديسكريبشن المهم جماعه الكاميرات فيه ثلاث كاميرات في الجهه الخلفيه الاولى 48 ميجا بكسل زعما فتحت اف على 2.0 الثانيه تحكم حوايج بزاف الترا وايد بزاويه واسعه كما ما نشرح لكم 8 ميجا بكسل فتحة 2.2 الثالثة العزل يعني كي تصور كشما إنسان ولا حيوان ولا عبد ولا ما بالشيء كي تصوروا الخلفية تاعو ولا الشيء اللي وراها راح يجي مضبب المهم الكاميرا هذه اللي خرب دقة 5 ميجا بكسل شوفوا جماعة الكاميرا تاعو مقبولين خلاص بصح ما همش الأفضل كيما قلت الموبيل لكن تشفعوا الجالكسي A21 اس اللي حكينا عليه من قبل يخي قلت لكم ما يصلح الوالو بصح جماعة في الكاميرا A21 اس خير من M21 والفرق هذا لاحظته بزاف كاينه حاجه باقي تفوق بها M21 بالنسبه للناس اللي تصور فيديو هذا جماعة يصور فيديو بدقه 4K بصح A21 اس يصور بدقه الفول اتش دي برك تما مهما يكون ننصحكم بهذا خير يا جماعه ماذا بينا في دوكا رانا في 2021 يا جماعه ماذا بيك يكون عندك تليفون يصور بدقه 4K الفول اتش دي هذيك ولات حاجه قديمه الشيء اللي قلتو جماعه معنيش انه الكاميرا تاعو ماشي مليحه لا قلت ماهوش الافضل في الفئه تاعو برك هذا ما كان بصح كاينه حاجه تنسيك في الحكايه هذه هي انه يصور فيديو بدقه 4K كاينه كاميرا ناقصتو كاينه في تليفونات الاخرين اللي هي الكاميرا تاع الماكرو لانس اللي تصور الحوايج القراب كيما نشرح لكم تصور مثلا نبته ولا حشره ولا عفسه قريبه اللي هي الماكرو لانس وفيه الفيديو ستابيليزيشن بصح تخدم مليح مع الجوده تاع الفول اتش دي كي تحطوه في 4K راح تنقص خلاص ستابيليزيشن تسمى الفيديو كي تصوره 4K وتتحرك هكا راح تبان الحركه تاعك بزاف سيلفي تاعو جماعه بدقه 20 ميجا بكسل فتحه 2.0 ما قنعنيش يا جماعه خاطر كي يخدم بالمبدا تاع اوبو شغل كي تحل التليفون بعد تلقاه شغل مدير واحد الفلترات واحد الصواقات هكا حتى تروح تنحيهم حتى تنحيهم من الكاميرا تاعو ماهيش طبيعيه كيما قلت لكم كيما الحكايه تاع اوبو بعد شغل تحسوا يدير لك الماكياج واحد زيكا شوفوا جماعه كي تنحيوا الفلترات هذوك وتصوروا في اضاءه قويه خلاص كيما تاع برا راح تعجبكم كيما انا عجبتني برا بصح كي تصوروا في الدار جماعه ما عجبتنيش خلاص 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 وكي تكون هكا راح تصور تبان لك زي وكي تفوت وتصور راح تتبدل الجوده واحد زيكا ما عجبتنيش يا جماعه الكاميرا تاعو في الاضاءه الناقصه نحكي على السيلفي البصمه جماعه كما راكم تشوفوا جايه في الجهه الخلفيه ماهيش خفيفه طياره بصح كيما نقولوا حنا تخدم خدمتها كما راكم تشوفوا تقريبا مع تحط صبعك مع يشعل التليفون وتقدروا تحطوا فيه شريحتين وكارت ميموار في نفس الوقت تقدروا تتحكموا ثاني في القوه تاع الفلاش كي ديروا الضوء تاع الفلاش تقدروا تنقصوا وتزيدوا في الاضاءه تاعو في خاصيه الاولويز اون ديسبلاي يعني تقدر تشوف الساعه بلا ما تشعل التليفون الحكايه هذه كاينه في التليفونات اللي فيهم شاشه لاد برك كيما اموليد سوبر اموليد اولاد والامارات هذوك هاد العفسه كاين بزاف ناس يشتيوها عليها راك راح تلقاها في الجالكسي M21 فيه الاندرويد 10 الواجهه تاع سامسونج الوان يو اي 2 يعني الاخرى عفسه مليحه بزاف ولا تعجبني الواجهه هذه فيه ثاني الراديو الناس اللي تحب الراديو وكما قلت لكم قبيله جماعه ننصح به الناس اللي تتفرج بزاف وتكونيكتي بسم الناس اللي تحب الشاشه والبطاريه هاد العفايس راح تلقاها مغير في الجالكسي M21 نحكي بالنسبه للفئه تاع 3 ملايين ونص قادر تروح في اخلاف طلع الفوق راح باينه راح تلقى تليفونات خير منه انا قلت هذا مليح للناس اللي تتفرج وتكونيكتي بزاف وعندها 3 ملايين ونص نصحهم بالجالكسي M21 الناس اللي تلعب والامارات هذوك كاين تليفونات واحد اخرين اتفرجوا الفيديوهات الاخرين تاعي نحكي على بزاف تليفونات تاع جيمنج والامارات هذوك واذا حاب تشوف السعر تاعو في الوقت اللي راك تفرج حاب تشريه درك بعد تلقاه في الموقع تاعنا لهنا ادخل ابحث على التليفون تلقى السعر تاعو في الوقت اللي راك تفرج بعد وهذا واش كان في الفيديو تاع اليوم جماعه ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ما نسيتش نطول عليكم بزاف على بالي طولت المهم تهلاونا في روحكم.